بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسن محرم، عضو في منظمة الصوت الوطني لحقوق الإنسان. يعني اللي عايز أقوله من اللي بشوفه في الشارع المصري في الوقت الحالي، إني كأني الثورة، أو بصراحة الثورة ما عملتش حاجة، لأن احنا شايفين الظلم زي ما هو. الناس اللي اتقال هيتحكموا زي ما هم قاعدين في سجن خمس نجوم، كأنهم لسه قاعدين فوق صورهم وما تحكموش. برضو منشوف تصرفات خارجة عن القانون، يعني لبعض افراد وضباط الشرطة، مش هنعمم برضو لان انا شفت بعيني بحكم تخصصي او وظيفتي، شفت ضباط محترمة جدا جدا، يعني منهم على رأسهم راجل انا بصراحة اذكره في كل وسائل الاعلام، العقيد ابراهيم بخيت، مأمور اسم الموسكي. الراجل ده جميع الناس، الانسان ده بكل صراحة جميع الناس بيشكروا فيه جدا وبيحبوه جدا، لانه انسان مخلص، يعني بينزل مع العساكر ومع الضباط، ممكن هم يبقوا واقفين على اسمه، هو ينزل يشوف الاحوال وبكل ادب وهدوء بيدخل الحجز، بيتعامل مع المساجين باحترام بما لا يتنافى مع حقوق الانسان. المهم حضرتك، لكن عكس ذلك او ضد ذلك، بعض الضباط يعني تعامل سيء جدا. لما يجي المواطن يدخل الى اي اسم شرطة عشان يطالب بحقه، بتجد سوء معاملة، كأنه بيتعامل يعني مع غير ادمي. الحلول بقى المطلوب ايه واحد؟ الحلول اولا محاكمة فلول النظام السابق، لان مفيش حل قبل محاكمة. ثانيا الضباط يتدربوا او يدرسوا ازاي يتعاملوا مع الانسان، ان هم يراعوا حقوق الانسان. ثالث حاجة، وده النصيحة دي بقى للشعب المصري العظيم، ياريت كلنا نحب بعض مع اختلاف طوائفنا، أديانا، أشكالنا، ياريت كلنا نبقى إيد واحدة للحفاظ على أمن وأمان مصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.